لليوم الثاني على التوالي شهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة إقبالا مستمرا من المخالفين من جميع الجاليات للاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمخالفين عبر السماح لهم بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات. الرأي واكب اليوم الثاني من خلال التقرير التالي. لليوم الثاني على التوالي شهدت مراكز وزارة الداخلية حشودا كبيرة من جميع الجنسيات المخالفة لقانون الإقامة للاستفادة من المهلة المتبقية من حملة غادر بأمان. حسب توجيهات سيد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حسب القرار اللي هو 288، اللجنة هذه موجودة والمراكز هذه موجودة، بالذات مراكز الإجلاء، إلى نهاية الشهر هذا اليوم الخميس القادم بإذن الله. هل هناك نية للتمديد؟ هذا قراره طبعا يرجع لسيدي معالي نائب رئيس مجلس وزير الداخليه، وراح يتم البت فيه ان شاء الله خلال الايام القادمه. تواجد ممثلو السفارات للجاليات المخالفه لقانون الاقامه في مراكز الاجلاء ساهم في زياده الاعداد الكبيره من خلال تسهيل كافه الاجراءات المتعلقه باصدار وثائق السفر او تجديد الجوازات للمخالفين. نشكر الحكومه الكويتيه يعني للسماح بالمخالفين لمنحهم فرصه للسفر وكذا يعني. فاليوم الثاني في المركز احنا بنجهز وثائق السفر الاضطراريه لان ما عندهم جوازات سفر صالحه يعني. فالحمد لله الموقف ماشي كويس ويعني العدد ماشي كويس، ونحن ان شاء الله يعني بنشتغل لغايه يوم الخميس. كل المخالفين السودانيين بندخلهم ان شاء الله مركز الايواء. ونكرر الشكر للحكومة الكويتية على يعني مدحنا الفترة أو فترة السماح. إحنا الأمانة في العديد من إخواننا ممثلي السفارات اللي حضروا عندنا في الموقع لإنجاز وتسهيل أمور رعاياهم، يعني مثل ما تشوف أنت حاليا إحنا في هذا الموقع إخواننا من السفارة السودانية موجودين معنا، وفي راح تلقى في المكاتب الثانية بعد عندنا هم أكثر من سفارة موجودين. حملة غادر بأمان التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة ستنتهي الخميس المقبل، على أن تبدأ وزارة الداخلية بعد ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل مخالف لقانون الإقامة في البلاد. أحمد عنزي، الرأي.